أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون في تغطية الحرب. استمرار الاستهدافات في قطاع غزة لا سيما في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وعدد الضحايا والقتلى يتخطى 21500 منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر. وقبل قليل نتنياهو يقول نحقق انتصارات كبيرة ونتكبد أثمان باهظة، والنصر يحتاج المزيد من الوقت والقتال سيستمر لأشهر. وحول منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين غزة ومصر، نتنياهو يؤكد أنها ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل. أما على جبهة الشمالية، استمرار الاستهدافات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل وتوسيع نطاق الحرب بين الطرفين في الأيام الأخيرة. وأيضا في خطابه نتنياهو يحذر حزب الله من أنه لو وسع الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها. نناقش كل هذا بعد لحظات. ابدأ هذه التغطية مع مراسلنا عبد الكريم الطناوي المتواجد في منطقة غلاف غزة. عبد الكريم، آخر التطورات لديك لا سيما بعد خطاب نتنياهو، هل من جديد فيه؟ نعم أسيل، يعني نبدأ بخطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال بأن إسرائيل ماضية في حربها على قطاع غزة، على حماس في قطاع غزة، وقال بأن هذا الحرب يعني ستستمر لأشهر كثيرة. وأيضا ذكر بأنه يواجه أسيل ضغوطا دولية، ورغم ذلك هو ماض يعني في حربه على قطاع غزة وتدمير حماس. ومن خلال يعني هذا المؤتمر الصحفي تحدث رئيس الوزراء يعني عن الكثير من الملفات، لكنه ابتعد عن الحديث عن الملفات الشائكة التي تشكل يعني نقطة خلاف محلي وكذلك نقطة خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نتحدث عن غزة في اليوم التالي ما بعد الحرب، وغزة ما بعد حركة حماس. لكن خلال حديثه عن محور فيلادلفيا الذي قال بأن إسرائيل يعني ستظل يعني تسيطر على هذه المنطقة، وأيضا هنالك يعني بعض أسيل يعني التصريحات تلم ايضا يعني الى هذه النقطه، وهذا يعني مؤشر لرؤيه اسرائيل يعني ما بعد حماس التي لم يعني تطرحه حتى هذه اللحظه للاعلام. لكن يبدو ان اسرائيل ستظل في غزه، لان المتحدث العسكري دانيال هاغاري ايضا ذكر بان حماس تعتقد باننا سنخرج من غزه قريبا، لكنهم مخطئون. وايضا هنالك تصريح لليميني المتطرف وزير الماليه الاسرائيلي بتسليل سوميترش الذي قال بان يعني مسألة يعني بأنهم يعني سيناقشون لاحقا مسألة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، وهذا مؤشر على أن إسرائيل ربما ستدير يعني حماس أو تدير حركة يعني قطاع غزة، أو تفكر بصورة أو بأخرى بأن تظل يعني هي في قطاع غزة حتى وإن كانت هنالك يعني إدارة مدنية من تكنوقراط أو حتى السلطة الفلسطينية أو مجموعة من الدول العربية. على الصعيد يعني الميداني اليوم كانت هناك اشتباكات وأيضا قصف مدفعي وجوي على عدة مناطق في قطاع غزة، وكانت هناك أيضا يعني اشتباكات في مدينة خان يونس. وفي خان يونس أيضا يعني ذكر الجيش بأنه يعني من خلال المداهمات الميدانية على أوكار حركة حماس يعني وجد منزلا أو بناية به يعني مكتوب على أحد جدران هذه البناية ممنوع الإضاءة باللغة العبرية، ويعني يعتقد الجيش بأن المختطفين كانوا محتجزين في هذه البناية. نعم. أسيل، نعم. شكرا لك عبد الكريم الطناوي مراسلنا، حدثتني من منطقة غلاف غزة على كل هذه المعلومات. أتحول إلى المختص في الشؤون الفلسطينية من قطاع غزة ضياء حسن الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. ضياء، بداية صف لنا الأوضاع الميدانية لديك في الساعة الأخيرة.
نعم، لازالت الغارات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، ربما أخرها أو قبل قليل يعني سمعنا في محور شمال غرب مدينة غزة انفجارا يبدو من جماعة غارة إسرائيلية، تبح إطلاق نار من آليات إسرائيلية في نفس المنطقة. اليوم لافت انتباهنا يعني تبني كتائب الاقتسام لعدة عمليات، ربما منها إطلاق قذائف مضادة للدروع والأشخاص أو الأفراد ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حي الشيخ عجلين، هذا الحي الواقع جنوب غرب مدينة غزة وقريب من منطقة تل الهوى، وهي منطقة بالأساس انسحبت منها القوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، ولكن يبدو أن القوات الإسرائيلية تقدمت فيها مجددا وتصدت لها كتاب القسام. أيضا نسمع بشكل لافت وملحوظ إطلاق نار يعني لليلة الرابعة أو الخامسة على التوالي في منطقة محيط شمال مخيم الشاطئ، وكأن يعني بعض المجموعات التابعة لكتائب القسام عادت لمسافاتها في تلك المناطق بعد الانسحابات التدريجية من بعض محاور شمال غرب مدينة غزة ومناطق مختلفة من مدينة غزة. أيضا في حي التفاح والدرج لازالت يعني كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال والعملية البرية المتواصلة اليوم الرابع على التوالي في تلك المنطقة، حيث تحاول قوات الاحتلال توسيع عملياتها البرية في تلك المنطقة، لكن من الواضح أن أيضا القوات الإسرائيلية تحاول يعني الإسراع من تنفيذ العمليات العسكرية داخل مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، أي بمعنى أنها تعجل من خطواتها وتقوم بعمليات سريعة جدا، يبدو في إطار محاولة إعادة التموضع والانسحاب من تلك المحاور وتلك المناطق للتفرغ للمنطقة الجنوبية ولمناطق وسط قطاع غزة، خاصة بعد الإعلان عن دفع لواء جديد باتجاه تلك المناطق في مناطق جنوب قطاع غزة، ولذلك يعني مناطق خان يونس، مناطق النصيرات والبريج وحتى المغازي من الواضح أنها ستكون مركز اهتمام القوات البرية في العمليات العسكرية المقبلة خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة. لكن هناك الكثير من الأمال يعلقها هنا المواطنون على ما يدور في وسائل الإعلام، خاصة على صعيد ما يجري من قطر ومصر لمحاولة ربما احتواء المواقف في الوقت، ولكن من ناحية أخرى ضياء يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد اليوم في خطابه على أن الحرب ستستمر لأشهر عديدة، إذن يبدو أن هناك تناقض حول هذه الأنباء التي ترد حول التواصل إلى صفقة، بالمقابل هو يقول الحرب ستستمر لأشهر عديدة، إذن لا نعلم فعلا ماذا سيحدث. لا أعتقد دائما ما يقال في السياسة وما يقال في الإعلام يختلف عن ما يقال في الكواليس، هذه باعتقادي مجرد تصريحات هدفها الأول والأخير إعلامي وكسب التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي، في ظل يعني تأكيد حتى استطاعات الرأي تشير إلى انهيار حكم نتنياهو، انهيار نتنياهو نفسه، إلى خاصة في ظل ربما استئناف المحاكمات لنتنياهو في الأيام المقبلة فيما يتعلق بملفات الفساد التي كان يحاكم بها، ولذلك هو يحاول كسب يعني الرأي العام الإسرائيلي في محاولة لتقديم نفسه على أنه صورة الرجل المنتصر، على أنه سيواصل هذه الحرب وكأنه صاحب القرار لوحده، لكن أيضا في نفس الوقت بينما هو يقول عن توسيع العملية جانتس وجالنت من شركائه في مجلس الحرب رفضوا الخروج معه في نفس المؤتمر، وهذا يشير إلى خلافات كبيرة داخل حول هذه النقطة إلى دكتور جاك ناريا. نعم، ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق رئيس الوزراء، مرحبا بك معنا دكتور جاك. استمعت لما قاله ضياء، الكثير يقال حول هذه يعني هذا الحدث أن بيني غانتس ويؤاف جالانت الوزراء في كابينت الحرب لم يخرجوا اليوم في خطابات أيضا يعني بالتزامن مع خطاب نتنياهو، إلى ماذا يشير هذا حول ترابط الحكومة ووحدة الحكومة في ظل هذه الحرب؟ يعني الحكومة مثل ما هي موجودة اليوم رح تضل، يعني إذا واحد يفكر إنه الحكومة رح تستقيل يما غانتس رح يستقيل بهالحين، مش واردة، لأنه بعد الحرب يعني وارعة، وحتى ما يكون الشوط الثالث أو الرابع أنا ما شايف إنه الحكومة رح تستقيل يما رح تتغير، هذا أول شيء. يعني ثاني شيء يعني في نزاع بينهم بين الشخصيات،
في نزاع بين جالنت وبين رئيس الوزراء. نتذكر رئيس الوزراء هو طلب استقالته بشهر 7 من اذا انا ذاكر مضبوط، على اساس انه الاخبار اللي قالت اللي جاب جالنت قال انه رح يصير في حرب مع توحيد الجبهات، ونتنياهو رفض وطلب استقالته. وبعدين يعني التيار الشعبي رجعوا على منصبه، ومن وقتها في نزاع صامت بين اثنين مع غانس. غانس القضيه اكثر من هيك، لانه لما كانت حكومه الوحده بينه وبين نتنياهو، هو حس انه نتنياهو هو خانه مره ومرتين لهالسبب. يعني ما في بينهم اي ثقه لهالسبب، يعني هن موجودين هلا لانه الحرب طالب انه تكون فيها حكومه من هالنوع اللي موجود اليوم. بس يعني الاول فرصه رح تكون يعني لما رح توقف شوي الحرب، الحكومه هي رح تتفتت ورح تجود، غانس رح يطلع منها من اكيد. ابقى معي دكتور جاك، دعني أتحول إلى مراسلنا بليغ صلاح الدين المتواجد قرب الحدود مع لبنان وفي شمال إسرائيل. بليغ، الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مناطق عدة في جنوب لبنان واستهداف البنى التحتية هناك، حدثنا عن آخر التطورات الميدانية. نعم فعلا أسيل، يعني يوم آخر من المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ولكن يجب أن أقول أنه في ساعات الليل ما بعد يعني الأحداث التي يعني تتالت في بعد الظهيرة يوجد هدوء نسبي هنا حتى الآن. يعني لم يكن هناك في الساعات الأخيرة صافرة انذار في المناطق الشمالية في الجليل الأعلى أو الجليل الغربي، ولكن سبقها بطبيعة الحال يعني قصف من جنوب لبنان. اليوم أعلن حزب بالله بالمجمل عن 4 عمليات أو استهدافات للجانب الإسرائيلي، بعضها كان بواسطة صواريخ مضادة للدبابات، أحدها أصاب مدني يبلغ ما العمر 65 عاما، وأخرى كانت عبارة عن إطلاق مسيرات من لبنان صاغت في مناطق مفتوحة، ولا يوجد إصابات في الجانب الإسرائيلي. جبهة أخرى أيضا في هذا اليوم شهدت نوع من التصعيد، وهو القصف الذي طال بجانب أو على الأقل في المنطقة المتواجد فيها مطار حلب الدولي. المطار نفسه كما قلنا في السابق لم يصب ويعمل كالمعتاد، ولكن القصف قتل على الأقل 7 أشخاص بجانب المطار. بطبيعة الحال يعني المصادر السورية تشير إلى أن إسرائيل هي التي قصفت من فوق اللاذقية غربية اللاذقية من البحر الأبيض المتوسط. إسرائيل لا تعلن عادة مثل هذه الأحداث ولا تقول أنها هي المسؤولة عنها. أمر آخر هو أن القصف الذي يعني كان في قبل يومين على الحدود العراقية السورية، اليوم نحن نعلم أن هناك 19 شخص قتل في هذا القصف. الولايات المتحدة تقول لسنا نحن من قصف، إذن أصبح الاتهام بطبيعة الحال تتجه نحو إسرائيل. في هذا القصف أعلن حزب الله أن 4 من عناصره قتلوا، الجانب الإسرائيلي وتقارير متعددة تقول أن هؤلاء كانوا مسؤولون عن يعني تهريب أو نقل أسلحة من إيران عبر سوريا تجاه حزب الله. هذا يشير طبعا إلى يعني التخوف في إسرائيل من يعني تحويل هذه الأسلحة الدقيقة أو المتطورة من قبل إيران إلى حزب الله، التي من شأنها من الممكن أن تغير من المعادلة هنا بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله. إسرائيل تكثف في الأيام الأخيرة القصف على الأقل بحسب مصادر غربية في سوريا، ما يشير إلى هذا التخوف. من جهة أخرى يعني توسع في القصف، الجانب حزب الله يقصف مناطق مثل ما كان في اليوم السابق عندما دوت صافرات الانذار في عكا في مناطق حيفا، ومن جهة أخرى الجيش الإسرائيلي أيضا يوسع كرد بنت جبيل التي قصفت المرة الثانية في هذا الأسبوع، البلد التي يعني لم تتعرض لقصف في هذه الجولة حتى الآن، كان آخر قصف في عام 2006. إشارة واضحة طبعا للتصعيد، ولكن كما قلنا الساعات الأخيرة هادئة، الهدوء بطبيعة الحال يعني لا يمكن أن نقول أنه سوف يستمر، أو على الأقل نستطيع أن نقول أنه لن يستمر. نعم. وسوف تعود المواجهة كما اعتدنا عليها. فعلا بليغ، يبدو أنه على الرغم من الهدوء النسبي الذي يسود الآن المنطقة، الحرب آخذة في التوسع على الجبهة الشمالية. شكرا لك بليغ على كافة هذه المعلومات.
الدبلومات. أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور حسن مرهش خبير في شؤون الشرق الأوسط. مرحبا بك معنا دكتور حسن. كما استمعنا العديد من الاستهدافات أيضا في سوريا في مطار حلب وأيضا على الحدود السورية العراقية. هذا يأتي إلى جانب كل الاستهدافات التي تعودنا عليها منذ تقريبا بدء الحرب بين لبنان وإسرائيل أو حزب الله وإسرائيل. ما المتوقع في ظل كل هذا التصعيد في تلك المنطقة؟ يعني باعتقادي الجبهة الشمالية قادمة إلى التوسع وإلى الانهيار ولربما المواجهة الكبرى التي سوف تحصل، ولكن هذا يتعلق بتواجد هوكشتاين ببيروت والمندوب الفرنسي أيضا، وما يعني سوف يكون من إنجازات في هذا الموضوع، لأنه توسيع العمليات والاستهدافات بالنسبة للجانب الإسرائيلي هذا يعني سوف يجعل المقاومة ليس فقط العراقية وإنما أيضا الجبهة الشمالية والمقاومة اللبنانية بتوسيع استهدافاتها وربما استعمال صواريخ نوعية أكثر مما هي عليه اليوم، والاستهدافات استراتيجية أيضا سوف تكون في العمق الإسرائيلي أو في الداخل الإسرائيلي. يعني هذا هو السيناريوهات اللي اعتدنا بالنسبة للمواجهات التي كانت موجودة إلى اليوم، وهي أنه الاستراتيجية اللي تعودوا عليها منذ عام 2006 وكانت تفاهمات حول ذلك. الآن عندما إسرائيل تبتعد أكثر بالاستهدافات وتستهدف مقرات في الداخل السوري أو على الحدود العراقية السورية والولايات المتحدة تنصلت من ذلك، يعني هناك أمران: إما إسرائيل تريد إدخال الولايات المتحدة في هذه المعركة بالقوة، ولربما الولايات المتحدة واستهدفت يعني مراكزها وقواعدها العسكرية في العراق وسوريا منذ بداية هذه الحرب، وكانوا يعني هناك الحديث عن أكثر من 70 جندي أمريكي قد أصيب في هذه الاستهدافات، ولكن لم تدخل الولايات المتحدة بشكل واسع أو استهدفت أو وصلت إلى وضع أنه هناك نوع من المواجهات بشكل مباشر، إلا عمليات خفيفة قامت بها وربما امتصت العديد من الضربات. إسرائيل تريد أن توسع هذه العملية رغم أنه يعني القدرة العسكرية الإسرائيلية حسب كل استطلاعات الرأي هي شبه منهكة، ولكن يريد الإسرائيلي التوسع، وربما هنا يعني يضع الجانب الأمريكي ب أنه لا يوجد له أي مبرر إلا الدخول في هذه المعركة، ووقتها احنا سوف نذهب إلى متسع كبير جدا من المواجهات. ولكن مع كل هذا ما زال الجانب اللبناني المقاومة اللبنانية والعراقية يمتصوا هذه الضربات ويستمروا في هذا العمل، منها استهداف القواعد الأمريكية، والمقاومة اللبنانية تستمر في استهداف يعني الأماكن القواعد العسكرية الإسرائيلية على مدار أو طول الحدود الشمالية. نرى ما سوف يخرج من هذه اللقاءات السياسية في بيروت، ولربما عدم إعطاء يعني الرغبة لبيبي نتنياهو بتوسيع هذه الضربات والبقاء على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، إلى أن نرى ما سوف يحصل، لأنه كل التصريحات السياسية التي يعني أعتقد من غير رصيد لرئيس الوزراء بيبي نتنياهو يعني هي رسائل سياسية، وهذا عندما يتم التصعيد مثل هذا الحديث نحن نعرف جيدا أنه هنا ذاهبون لربما إلى محادثات، وهو يريد أن يعلي السقف ويأتي مع قوة وعضلات لوضع الشروط لربما يعني منها النزول إلى ما يراد منها من الجانب الفلسطيني، لأنه هناك نقطة مهمة جدا بما تحدثت به سابقا، وهذا يعني يتبع إلى الجبهة الشمالية بأنه القطاع غزة لن يكون فيه إلا فلسطينيين، لن يتواجد فيه لا إسرائيل ولا دولة عربية ولا أي دولة أخرى. فيلادلفيا سوف يبقى مصري حسب الاتفاقيات المصرية، على الرغم من أن يعني نتنياهو قال العكس. هو يستطيع أن يصرح، هذه تصريحات بيبي نتنياهو هي فقط لشخصين في هذه الحكومة أو في كل دولة إسرائيل، هو لسموتريتش
وبني جفير. ها هم الآن من يمسكون يعني ببيب نتنياهو بضاغطين عليه بشكل كبير جدا، وهو دائما يخاطبهم في كل خطاباته لما عندما يتحدث بهذا الشكل. نحن نعرف أن هذه الخطابات موجهة له، نحن لا نراهن يعني أنه لربما ولا نستطيع أن نتمسك في هذه القشة بأنه لربما ضعاف نتنياهو خلال، لا ممكن نتنياهو حتى لا يتخلى عن الحكم ودارما عنده 64 والحكومة معه يستمر في هذا إلى نهاية هذه الحكومة، ولكن ربطها في المنطقة الشمالية لأنه المنطقة الشمالية ما زالت حريصة على أمر واحد، أنه هي لا تريد قلب هذه المعركة ونتائجها إلى اليوم من معركة فلسطينية إسرائيلية إلى معارك أخرى. يعني هذه المعارك المساندة سوف تبقى مساندة رغم يعني هذا وامتصاص كل هذه الضربات التي والخسائر التي حصلت للمقاومة اللبنانية والحشد الشعبي، والذهاب لإبقاء هذا المسار أن يستمر به ويبقى على العلن وفي جميع أنحاء العالم. دعني أعود إلى دكتور جاك. دكتور جاك، دكتور حسن هنا يقول أن يبدو أن إسرائيل تريد هذه الحرب وربما تحاول اجترار حزب الله إلى حرب أكثر عمقا وأكثر توسعا، هل توافق على هذا؟ إسرائيل تريد الحرب يعني من الأول، قالت إسرائيل هي ما بدها تحارب بجبهة لبنانية، لأنه كمان جبرتها أمريكا إنه ما توسع المواجهة مع حزب الله وتضل يعني مع حماس أول شيء. يعني أمريكا دي لو طلبت إذن ماذا عن هذه الاستهدافات في سوريا المنسوبة إلى إسرائيل، خاصة وأن الولايات المتحدة قالت أنها غير مسؤولة عنها؟ رح أوصل على قضية سوريا. نحن شفنا أنه من 8 أكتوبر لليوم صار في تصعيد من جانب حزب الله، يعني ضرب على الحدود بسبب حزب الله، راحوا 80,000 إسرائيلي عايشين على الحدود، تركوا بيوتهم وإجا مدارهم، الجيش انتشر على الحدود مع سوريا. يعني أنا قلت كم مرة أنه يعني صبر لإسرائيل رح ينتهي، وصبر إسرائيل انتهى، صبر إسرائيل انتهى، والآلية عم قهم حزب الله صار يومين ثلاثة أنه ضربات إسرائيل صارت ضربات خطيرة على البنية التحتية، وهدفها أنه إبعاد حزب الله من الحدود، هذا اللي إسرائيل بده. على هالسبب هذا يعني إسرائيل تطلع على منصة سوريا. شو سوريا؟ سوريا هي ممر من إيران لحزب الله، من إيران للميليشيات الإيرانية الموجودة المنتشرة بجنوب الجولان مثلا. لهالسبب يعني إسرائيل قررت أنه الخلية الضعيفة بتوحيد الجبهات الشمالية هي سوريا. لا سبب بدها تمنع من سوريا أنه تكون ممر للسلاح والجيوش يعني وكل الحشد الشعبي وغيره من الميليشيات. لهالسبب هو ضرب سوريا. يعني إذا ضربت سوريا يعني أول شيء بتستاهلها سوريا. ليش بتستاهلها؟ لأنه بشار قتل 500,000 واحد بسوريا وشرد أكثر من 10 ملايين سوريين، يعني أساسه بعد ما إجا. إذن بغض النظر ولكن دكتور جاك عن الأسباب التي تتحدث عنها، أو أنك تقول أن إسرائيل تضرب سوريا لأن يعني صبرها نفذ، بغض النظر عن الأسباب، هل نحن فعلا ذاهبون باتجاه حرب أكثر عمقا ويعني أكثر صعوبة يمكن أن نقول بين إسرائيل وحزب الله في المرحلة المقبلة؟ أكيد أنا رأيي أكيد، لأنه نحن عم انجرينا لمواجهة مع حزب الله ما كان بدنا إياها من أولتها. الآن عم تحكي عن الأمريكان، عم تحكي عن هوكشتين شو جاي يعمل؟ عم يجرب يعني يمنع الحرب بينه وبين حزب الله بقراره إنه يكون في حل على الحدود بين البرية بينه وبين لبنان. يعني في 13 نقطة هو بده يقنع إسرائيل إنه تعطي للبنان 13 نقطة. هو بيفكر هيك إنه حزب الله رح يقول أنا شكرا جزيلا، يعني خلصنا هالأنية، ما صار في مشاكل بيننا وبين إسرائيل. لا، وين سبع القرى؟ وين النقط الغيرة اللي طالبها حزب الله؟ وين غجر؟ وين مزارع شمعة؟ يعني الأمريكان عم بيفكروا إنه نحن رح نقبل إنه نستمع ونعطي من مين اللي عندنا بلا ما نقبل من حزب الله على شيء.
وحزب الله راح يضلوا على الارض. يعني اذا هوكشتاين والامريكان مقتنعين انه حل الحدود حل قضيه الحدود راح حزب الله راح ينسحب للليطاني وما بعد الليطاني هن غلطانين كثير لسبب يعني انه واحد بيطلع على النيل الاسرائيلي بيطلع على شو صار على الحدود وشايف انه هلا بعد اشهر من اليوم السكان اللي موجودين على الحدود مش راجعين على بيوتهم طالما حزب الله موجود لها سبب. يعني ما في مبرر إلا أن نتوصل بآخر المسار لمواجهة عسكرية بيننا وبين حزب الله. دكتور جاك، ماذا عن محور فيلادلفيا؟ بنيامين نتنياهو يؤكد أنا سمعته للدكتور برهج قال عن محور فيلادلفيا. محور فيلادلفيا هو مرتكب من جزئين. الجزء المصري نحن ما بدنا شيء من مصر. المحور الفلسطيني يعني على الجانب الفلسطيني على جانب قطاع غزة، هذا هو المحور اللي عن طريقه داخل كل السلاح وكل المعن وكل شيء من سيناء للقطاع. ولهالسبب يعني إسرائيل بآخر نقطة بخان يونس رح تضل رايحة على رفح، وأخذ المحور رح يكون سيطرة على المحور، لأنه بلا سيطرة على المحور ما فيك تمنع السلاح دخول السلاح من سيناء لقطاع غزة. دكتور جاك ابقى معي، دعني أعود إليك دكتور حسن. فيما يتعلق بالصفقة التي يتم الحديث عنها في الأيام الأخيرة، كان من المفترض أن تكون هناك مباحثات مع وفد لحماس في القاهرة، لا جديد في هذا الشأن، هل تتوقع فعلا أن تتوصل الأطراف إلى صفقة في المرحلة المقبلة؟ يعني في عروض هناك قطرية، في عروض مصرية أو العرض القطري والعرض المصري، وبالتالي مع الجانب الإسرائيلي. أنا باعتقادي بالتالي كل نهاية معركة أو حرب هي الجلوس على طاولة المحادثات وحل الأمور بشكل سياسي. لكن هل هذا قريب؟ سياسي. قريب جدا. يعني هناك ضغوطات كبيرة جدا من كل النواحي. طبعا لا أحد يستطيع أن يكشف نقاط ضعفه في هذه المعركة، لأنه هذا يكون غلط من ناحية المحادثات. ولكن بالتالي الأمر والملف الضغط بالنسبة للجانب الإسرائيلي الآن، لو لم نتطرق إلى باقي الأمور وحتى المواقف الأمريكية من هذه المواجهة، أن لابد أنه بإسرائيل تقبل بالآخر بهذه الصفقة، الذهاب إليها ووقف إطلاق النار، ولربما عدة مراحل، وربما يكون هناك نقاط عسكرية في غلاف غزة منها تنطلق لربما عمليات نوعية. شكرا لك دكتور حسن مهرج، خبير في شؤون الشرق الأوسط، على كل هذه المعلومات. ودكتور جاك نريا، شكرا لك، ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق لرئيس الوزراء، وأيضا لضياء حسن من قطاع غزة، شكرا لك أستاذ ضياء. ولكم مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.